كابتن عماد، الجزء الهجومي النهارده والدفع برستاو من بدايه اللقاء هيشتغل بيه النهارده ازاي مع محمد شريف؟ والله مش عارف، يعني اول مباراه لعب برستاو مهاجم صريح وكان من تحتيه مكسيوني وقفشه، ودي كان بالنسبه لنا كان الاستغراب في الطريقه دي مباراه الاسماعيلي، لكن المساحات اللي كانت موجوده في خط ظهر نادي الاسماعيلي هي اللي فرقت مع النادي الاهلي، واداء النادي الاهلي كان جيد جدا، فشفنا اداء جيد ومكسب كبير، لكن مش دي الطريقه الانسب للنادي الاهلي. لعب بيها قدام البنك الاهلي 3 4 3، ويمكن المباراه ما مشيتش زي ما هو عايز، لان البنك الاهلي كان واقف بشكل جيد جدا، ومع التغيير في الشوط الثاني واللعب بالطريقه الطبيعيه 4 2 3 1 النادي الاهلي قدر يسجل هدف، ودخول شريف طبعا مهم وضروري لازم يبقى موجود كمهاجم. لكن هي النقطه النهارده، هل هو يلعب 3 4 3 وهيحط الاثنين برستاو ومجدي قفشه تحت شريف، ولا هيودي واحد على اليمين وواحد على الشمال؟ طب انا لو لعبت محمد شريف مهاجم هحط قفشه ناحيه اليمين واحط برستاو ناحيه الشمال، فهفقد خطورته. لازم اعكس، احط برستاو ناحيه اليمين عشان لما يدخل على رجله الشمال يبقى على عدلته، ففي اللحظه دي هضطر اودي قفشه ناحيه الشمال. هي دي كلها لخبطه كان موسيماني في غنى عنها. كان يلعب بالطريقه الانسب والطبيعيه اللي هي 4 2 3 1 واضحه وصريحه، لان دي طريقه النادي الاهلي المعتاده. هو في فكر جديد بالنسبه له، لو لعب ثلاثه، لو لعب حمدي فتحي وبدر بنون وايمن اشرف بالشكل ده، وبدر وايمن فتحوا اي هجمه مرتده او اي كوره بين بين خط الظهر، هتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي عن طريق بن شرقي او عن طريق زيزو، لان الاثنين صراع والاثنين لعيبه عندهم مهاره عاليه جدا في الطريقه بتاعه 3 4 3. انت بتطير زي ما قال كابتن احمد حسن، بتطير الباكين، فهنا هتبقى في مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي. لو لعب 4 3 3 هيبقى الغرض ان هو يستحوذ على نص الملعب، يبقى ممتلك نص الملعب بالكامل، بس الطريقه دي ليها حسابات ثانيه، لان احنا شفنا في مباراه الزمالك لما كان بيلعب بثلاثة في نص الملعب كان سايبين محمد هاني بشكل كبير جدا، والمباراة أشرف بن شرقي راح فيها بشكل كبير وسجل هدف. قول لي لا لا براحتك، لا 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 انا حابب اسمعك. لا 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 اتفضل. لا والله كابتن عماد عيد، لا اتفضل كمل والله. بس في النقطة كلها بس ما تطولش. ماشي، لازم يكون في ترحيل لو لعب بثلاثة في نص الملعب علشان ما يكونش فيه اي حمل على الباكين.